قال لك عقد اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، القائد الأعلى للقوات المسلحة أو درش عامين سيرفيس ناسيونال، هذا باش يعرف من الجيش، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون يوم الخميس اجتماعا مصغرا للمجلس الأعلى للأمن، اجتماع مصغر. أيوة، وش معناها اجتماع مصغر؟ يعني ما يجوش كل الأعضاء. هو شكون فيه المجلس الأعلى للأمن؟ فيه الوزير الأول أو رئيس الحكومة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وزير الداخلية، وزير الخارجية، كلهم مدنيين، وزير العدل وحفظ الأخبار، ومن بعد يعني بعد يجيك وزير رئيس أركان الجيش، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني اللي هو سيفيل، المدير العام للوثائق والأمن الخارجي العسكري، المدير العام للأمن الداخلي، المدير العام لمكافحة التخريب، وهذايا ما عادش موجود لأنه المدير العام لمكافحة التخريب هو جبار مهنا، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي جبار مهنا، دونك راح هذا المنصب نورمالمون، ما بقاش، ما يقدرش يكون في منصبين، ولا واش قللوا الكفاءات في الجزائر، واش عنده ذا جبار مهنا في مخه باش يحكم دو ديريكسيون جينيرال، واش عنده؟ وهذه إذا استحدثوها، استحدثوا هذا المنصب تاع المدير العام لمكافحة التخريب، استحدثوها لما خرجوه من الحبس وحبوا يعطوا له بوست، هذا اللي داروا. وعندك المدير المركزي لأمن الجيش، أيوا نشوفوا الصور، لأني ما قدرتش نسجل يعني الفيديو اللي نشره في رئاسة الجمهورية، مش عارف دايرين باش نقدرش ناخذوه ولا كذا، المهم أنا ناخذو ديريكتومون باش نسجلو ونحطو هنا، ما قدرتش. المهم نشوفوا الصور، صور تاع هذا الاجتماع. أنا الصورة الأولى شو نشوف؟ شوفوا جماعة كلهم عسكر، هذه الأولى، شوفوا جماعة كلهم عسكر. نشوفوا واحد لابس بدلة بيضاء، هذا جنرال لابس بدلة بيضاء، بعد جون نتكلموا عليها بالعقل، هاوليك وين راح يبان، هذا واحد آخر لابس بدلة بيضاء، هذا لابس جنب دروبي، ها دروبي، شوفوا هذو كلهم عسكر، فيهم الأمين العام وزارة الدفاع اللي ماهوش في القائمة من المفروض ماهوش في الإعلام. نشوفوا المستشار الرئيس لشؤون الأمن والدفاع اللي هو ماهوش ثاني من الناس اللي يحضروا للاجتماع. دونك باش كي ورد من غير تصاور تقولوا ورانا نديروا نخبيه وما نخلوش حيديك. نشوفوا اللي احنا نحي الصورة هذه، عفوا نحي الصورة، نعاودوها من الأول. عينك شوفوا مليح، لا ما تشوفوش واحد سيفيل، هذو ما عندهمش بلاصتهم في
هذه القوات الجوية والأمين العام لوزارة الدفاع وقائد القوات البحرية ما عندهمش بلاصتهم. هاي شوفوا مليح، دونك هنا ما شفناش، واحد سيفيل، يعني الوزير الأول ما كاش، وزير الداخلية ما كاش، وزير الخارجية ما كاش، الأمين العام للرئاسة ما كاش، وزير العدل ما كاش. وعلاش ما كاش؟ دونك غير العسكر، هذا ما عادش من مصر بأنه حضروا فيه ناس اللي ما همش أعضاء في هذا المجلس، قائد القوات البرية الجوية، قائد القوات البرية، قائد الدفاع الجوي، والأمين العام لوزارة الدفاع. هذا اجتماع عسكري، من المفروض ما تجيش تخترق الدستور وتقول مجلس الأعلى الأمن المصغر. لا، راك اخترق الدستور، قول اجتماع مع القيادة العسكرية للبلاد. هذا طبيعي. لماذا هذا الاجتماع مع القيادة العسكرية؟ هنا سأل لماذا؟ الجواب هاويجي، شوفوا واش قالوا هما. حسب ما ذكره بيان الرئاسة، فقد خصص هذا الاجتماع المصغر لدراسة الوضع العام في البلاد وعلى الحدود. وش كان الحدود؟ وش الوضع العام للبلاد؟ الوضع العام للبلاد انه الشعب نافر من هذا النظام. الوضع العام في البلاد هو انه السجون امتلأت بسجناء الرأي. الوضع العام في البلاد هو أنه كوارث طبيعية الشعب صبر وحده فيها، صبر وحده، حتى واحد يجمع ولا واحد يقال له كلمة طيبة. هذا هو الوضع. إذن هذا يخلي أنه الشعب عاد يكفر بريحة العصابة الحاكمة، وهذا شيء طبيعي من الأول ما يحبوهاش. ضرب زاد مع الكوارث، زاد مع شيرة حاصل. دونك هايدي ماقدروش، يلزم يديروا حاجة باش الشعب هذا كاش يزيدوا يقمعوه. وكيفاش يلهيوه؟ وعلى الحدود واش كاين؟ على الحدود كاين مناورات الأسد الإفريقي 2023. شكون يقود في المناورات؟ الجيش الأمريكي والجيش المغربي، بالإضافة إلى جيوش تابعين 20 بلد فيها 6000 عسكري، وفيها مناورات جمع 20 يوم، ماشي نهار عراسي يدير يقلب الذاخره الحيه عراسي وراح تروح، نو 20 يوم بر جو بحر. مادام اذا كان هذه المناورات تقلق النظام الجزائري، اول حاجه تديرها انك ترفع رساله احتجاج لامريكا. انا هكذا نعرف الناس تتصرف، ترفع رسالة احتجاج، تستدعي السفيرة الأمريكية في الجزائر، قال واش جاي تناوروا الحدود ديالي وجايبين كل الناس الأفارقة، بزاف أفارقة اللي مشاركين، وأنا ما استدعونيش، ما نجيش نناور معاكم. إيه أنا مش ذا. وزيد
ما دام تكلم تاع الصحراء وكذا ومنها الأراضي اللي راهم يعني جزء من المناورات راهي فوق أرض ما تعترفوش بمغربيتها. إذن ارفع ليست احتجاج للمغرب وقال لا لا، وادفع بالبوليزاريو قال يا بوليزاريو شرينا لك السلاح شرينا لك الدبابات شرينا لك ده. ادخل في الامريكان والمغرب اعطيهم طريحه ادخل فيهم وعلى شرينكم ما احنا السلاح هذا راكم كريتو دم الشعب الجزائري. السلاح هذاك شراب دم الشعب الجزائري، حدو شراب دم الشعب الجزائري. دونك قال حبسوا روحوا ضربوا لا روحوا ضربوا نسوا. دونك حنا واش اللي خلى هذا الاجتماع هذا اجتماع مفاجئ؟ لو البارح خرج مقال تاع سيناريو ما لعبت حتى في فيلم ميكي ما لعبت حتى في السينما تاع الحيط، يقول لك اجتماع تم في اسرائيل نهار الاحد هما في الجزائر عطاو بستين جابوا التفاصيل قعدوا بالناس صرا كذا منا المغرب وفرنسا واسرائيل تجمعوا وخمسه ضباط من فرنسا و12 من المغرب ومسؤولين كبار من اسرائيل تجمعوا وشنو قال لك باش يديروا فوضى في الجزائر ومسوا استقرار الجزائر. البارح الصباح تخلطت في المرادية لأنه تبون شاف باللي هذه مناورة باش يشوشوا على زيارته إلى فرنسا. زيد إذا فرنسا انضمت إلى البلدين اللي الجزائر قاطعة علاقاتها الدبلوماسية معهم وقاطعة غارق عليهم الأجواء الجزائرية وحطتهم هذوك هما الأعداء رقم واحد فرنسا، وعلاش جاتك على عين اللي ما تشوفش ولا هاي معاهم وهي تناور معاهم وهي كدا وهي تبون زعف وتخلطت وقدر منا وتقلبت الحالة. مع الأول قالوا له باللي هذه حكايات على الآخر درك نشوفوا فيها وأنه الأمن الخارجي ما على بالوش جبار ما على بالوش وكثار. في السهرة مع نهاية نعم يروح له دروبي سنقريحة يقول له كينا منها وهذه أخبار كينا منها، ولأنه السيناريو يعكس غباء سنقريحة وجبار مهنا على أحسن ما يرام، لأنه السيناريو في نهاية الأمر وهذا مصدر من الانتهاز الاستخبارات الجزائري هو اللي مد لي هذا الخبر. قلت لي انه السيناريو اللي حبكوا اللي داروا وجبار مهنا وشنقريح. وعلاش؟ لانهم باش يسيطروا على الشارع الجزائري ويسيطروا على الشعب في الوقت اللي الشعب مفر منهم في هذه الكوارث الطبيعيه يلزم يزبدوا واحد عفسه قال راهو عم يتناوروا علينا. وغدوا كي كاش ما نوض مظاهرات في تيزي وزو في وهران في الجزائر في بجايه قال هاهو المخطط اللي قلنا لكم عليه ويقمعوه ويدخلوا الناس الاحباس. هاي دونك قنعوا تبون الحمار حاشا من يسمع وحاشا الحمار على كل حال قنعوه بلي كاينه من هذا الاجتماع. يا بغالون تحسبوا الناس نوعها كاش هذا الاجتماع يتم في نهار الاحد انتم الاثنين عندكم كل التفاصيل كيفاش تشاوكم يعني كنتوا حاضرين يعني كنتوا حاضرين عندكم يعني
اون طوب لداخل ولا واش؟ قولوا لنا، قولوا لنا واش عندكم، واش قدرتوا تجيبوا هذا. الشيء اللي الثاني يعني نستغربوا له هو انه فرنسا تخاصمة مع المغرب منذ شحال، واللي هي على كل حال اقول لك من حكاية التجسس على فرنسا تعرف المغرب. وانا نقول المغاربة فوربل بزاف، اي نعم نقولها ونزيد نقولها، مادام المغاربة يتجسوا على فرنسا ما ينبطحوش وما يخدموا لهاش، ما يروحوش يقول له يا فرنسا اعطينا المعارضين اللي عندك، لا يتجسوا عليها ويسيطروا عليها. اي نعم شي حرام يجيك ماكرون الجزائر تعملوا اجتماع على اعلى مستوى يعطي لي هشام عبود فرحه 800 درهم، هذه هي الاخر الخدمه تاعكم. وتبعت جبار منا كيف كيف عطونا، تبعت كذا وتبعت كذا. احنا على كل حال القضيه هذه تاع فرنسا اللي ما تفاهمش مع المغرب وتولي مع المغرب في نفس الخندق ومع إسرائيل وتضب وتحب تزعزع استقرار الجزائر، ما تقدرش تقوم بها إذا ما كانش رد فعل رسمي من الجزائر. تقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا وتغلق المجال الجوي، نعم رأي نفس الخندق مع إسرائيل والمغرب، أعدائك أهلو. طيب حمس أبيان يزمك تقطع مع العلاقات وتوجه لهم رسالة يعني شديدة اللهجة كما أقول لك، وتغلق الباب باب الدار. أما تبقى فرنسا هاي مش خصدر، هاي تحوس تضرب لك الاستقرار ديالك. شراك تستنى باش تعيط للسفير وتغرق العالم كما درتو مع المغرب بين عشية وضحاها، جمعوا اوب خلاص اغلقوا غرقوا وتقول المغرب راهو صدم عليك. نستناوكم وما ديروهاش لانكم انذال ولانكم كذابين، وانه هذا السيناريو هذا ما كاش منه خلاص. وهاو ليك حتى في الصحافه الدوليه لا. Algérie, un complot tiré par les cheveux. Ada ma ja fi ma kal ktebtu ana fi atalayar kima qultulkom atalayar bach tqrawa tqdir tdkhol atalayar.com hawdik tqra el maqal hadi mahish يعني جريدة خروط ولا موقع خروط ولا كذا، هذا أكبر موقع إخباري في إسبانيا ومن أكبر المواقع في أوروبا، ينشر بثلاث لغات، عنده قناة تلفزية، عنده راديو وعنده بودكاست. ما هو الشيء تاع الأرواح وكتب فيه وأرواح خرط فيه، كونوا على لأنه أعطيت كل تفاصيل في هذا المقال، أعطيت كل التفاصيل شيء يعني كنت أنا كتبته وتكلمت عليه هنا كتبته، لو جاء يعني كلام فارغ ما يتنشرش ما يتنشرش، لأنه يزمك تكون معتوه تكون بليد تكون غبي باش تصدق بسيناريو كيما هذا. تكون غبي. ومن وقتاش الجزيرة عندها جهاز أمن اللي قادر يتجسس على فرنسا والمغرب وإسرائيل وداخل إسرائيل؟ هيا روحوا تخرفوا على روحكم، تخرطوا علينا أنتم. أنتم قادرين تتجسسوا على إسرائيل وفرنسا والمغرب منجمعين وداخل إسرائيل تتجسسوا عليهم. راح حكي على البيبي، هذه كلها
ربطها باش تربطوها للشعب الجزائري باش تزيدوا عليه قمع. ولا يا جزائريين ها باش تفيقوا. انت يا المغرب كي يجس على فرنسا ناضو يعايروا فيه وكيفاش جس على فرنسا وجس على كذا وراك بالبيجاسيس وراك بهذه. ولا هما دوك يجسوا على فرنسا وعلى اسرائيل وعلى المغرب. سي مواريخ كما قالوا وجوهكم كما قالوا زيكم تجسوا انتم على اسرائيل وتجسوا على فرنسا. يا اخي كنتوا تعايروا في المغرب كي يجس على فرنسا صح تعايروا فيه ودرك وليتوا تما تجسوا على فرنسا زعما وتجسوا على اسرائيل. هاي راح تخرفوا على روحكم. ربي يقدر الخير لبلادنا. ربي بعد عليها ولا الحرام هذا واش نقولوا انه هذو كثروا على ما وصاوهم. ورانا ننتظروا في ايام سوداء للجزائر. هذه العصابة هي قاعدة تخطط في شيء شيطاني ضد الشعب الجزائري. ربي يقدر الخير بلادنا. ربي بعد عليها ولاد الحرام. وربي يعجب برحيب هذه العصابة المجرمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.